الحين منير تجامل ولا خلاص سكيت الباب؟ لا ما اجامل ابدا. شلون يعني؟ يعني ممكن تجامل في عمل، ممكن تجامل في كادر، ممكن تجامل في اخذ نص، لا ما فنان. لا والله يا سعد ابدا. اي والله، وحتى مرات هذا يمكن ياثر علي يعني بعلاقاتي مع الناس، عبارة من انا ما بشتغل معه. لا والله مو شرط، بس ان النص مثلا اللي قدم لي يا اخي لا ما اقدر اسعد يعني. يعني يعني يمكن لو اتم قاعد وما يعني اللي ابي ما راح اشتغل. يعني ابي شيء اكون انا مقتنع فيه. اي حتى باختي يعني انا دائما بكل شيء بالعمل الفني كل عناصره لا ما اجامل فيه. يعني حتى من فنانين فنيين تتدخل بكل التفاصيل؟ اكيد. يعني انت دكتاتوري؟ لا لا سعود، ما سعود اي غلطه قالوا المخرج. اي غلطه بالعمل الفني ينسون الممثل والمنتج هذا والمخرج شوف ايش صار. فلا قمت هذه عقبها. يعني انا اذكر بعبرة شارع موضوع نظارة داود حسين اللي للحين تكلمون عنها. يا رجل المخرج، فانا قلت ايوه من اليوم طالع والله ما راح اتنازل عن اي شيء، حتى بمساعديني ما اتنازل انا. بي 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 يعني الفنيين اللي وياي اللي يخصوني، يعني اللي يخصوني منه مثلا موسيقى، مصور، مونتير، مساعدين المخرج، هذول يخصوني، هذول ربعي، هذول لا انا يعني انا حريص يكونون وياي هذول حتى لو سافرت. نعم معاهم بالضبط. لان هذول فاهميني وعارفيني، فما اقدر اجازف بشيء باحد. لا مو فاهم منير، انا شوي يمكن بالتعامل باللوكيشن مو سهل شوي. شديد؟ لا مو شديد، حريص. نعم في حرص. تبي شغلك عارف. يكون للافضل بالضبط. ابي كل شيء يطلع صح مدروس. ما قلت لك الغلطه الحين اقول لك السوشيال ميديا يا رجل طلعون لك كان لابس الساعه مو شديد طالع. يصيدون واليوم المنصات صار في اليوم ممكن توقف تعيد اللقطه تشوف مرتين ثلاث كابتشر وكل شيء وطرش وهذا وين ولا يقولون يعني انه منو مسؤول عنها. لا لا المخرج.